بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are speaking about blood pressure. We have four objectives regarding this lecture. The first one is the definition of blood pressure. Second one is how the blood pressure test works. And third is how to measure an accurate blood pressure. And the fourth one is the definition of hypertension and hypotension. Regarding the first objective, the definition of blood pressure. It is the pressure exerted by circulating blood upon the wall of blood vessels. This usually refers to the arterial pressure in the systemic circulation. واحنا زي ما عارفين ان ال blood pressure دي ما بنقيسه في ال upper limb of the patient. ازاي التست ده work بقى؟ ازاي بيتاخد ال blood pressure ده؟ فأول حاجة ان انا بلف الكف دي على الابر ارم بتاع العيان، وهنقول بالتفاصيل ازاي. فالريدنج ده باخده ويز بريشر كاف، بنسميها سفيجنو مانومتر كاف، اللي هي لونها لبني دي اللي مرسوم على السهم مشاور عليها ومكتوب كاف. During the test, cuff placed around the upper arm before being manually or electronically inflated. Once inflated, the cuff compressed the brachial artery momentarily, leading to stoppage of blood flow. So, after no sounds appear. Next, air in the cuff is slowly released while the person performing the measurement either listen with the stethoscope or monitor electronic read out. في ال devices زي ما احنا هنشوف بعد شوية، في منها نوع ميركوري، ده هتشوف بالسماعة، هتحطها تحط الستيثوسكوب فتشاف على الميركوري نازلة 2 ملم بير سكند، أو لو هو الكترونيك هيديك الريدنج بتاعتها على طول. طيب البلاد بريشر ريدنج بناخده تو نمبرز، توب نمبر اللي هو البسط، وبوتوم نمبر اللي هو المقام. بوتوم توب نمبر اللي هو السيستوليك بلاد بريشر، ده معناه ايه؟ انديكيت هاو ماتش بريشر يور بلاد از اكسيرتنج اجينست يور ارتري وول ديورينج هارت بيت، اللي هو السيستول. وايل ذا دايستوليك انديكيت هاو ماتش بريشر اون بلاد از اكسيرتنج اجينست your artery walls while the heart is resting or between beats اللي هو اثناء الدايستول. وبنكتبهم على بعض، سيستول على دايستول يبقى مثلا 120 80 130 90 وات ايفر زي القرايه ما طلعت لي. زي ما احنا عارفين في الفسيولوجي، systolic blood pressure is normally controlled by the stroke volume which is a part of the cardiac output. cardiac output زي ما احنا عارفين خدتوها في الفسيولوجي بتساوي the stroke volume multiplied by the heart rate. Stroke volume is the amount of the blood pumped or ejected by the ventricle per each beat plus the elasticity of central arteries while the diastolic blood pressure is controlled by the peripheral resistance. How do you measure your blood pressure or measure blood pressure? لازم اعمل accurate blood pressure measurement essential for diagnosis of hypertension. ليه؟ لانك لو ما قستوش مظبوط يبقى مش تقدر تعرف العيان ده hypertensive ولا لا، يبقى بالتالي ما تقدرش تديله العلاج المظبوط اذا كان هايبرتنسف ولا لا. وين تو ميجر كلمه بيزل بلاد بريشر؟ هنشوف بعد كده في الديفينيشن، هيجي متاخر ورا ديفينيشن اوف هايبرتنشن، هنقول بيزل بلاد بريشر اباف 140 سيستوليك اند اباف 90 دايستوليك. بيزل، كلمه بيزل بلاد بريشر يعني لازم يبقى كومبليتلي ريستنج كال افتر ابزوربشن فود، no smoking or caffeine 30 minutes before measuring. ليه؟ لان احنا عارفين ان normal physiological blood pressure varies with normal physiological condition زي الاكسرسايز، زي الايموشن، زي الديجيشن، زي السليب، زي السموكينج. عشان كده ما ينفعش يبقى جاي طالع السلم مثلا خمس ست ادوار ويقول لك قيس لي الضغط، ما ينفعش. واحد انكشس وستريس و و و وتقيس له الضغط، لا هيدي قرايه مش مظبوطه. واحد ماسك سيجاره ومدخن و اثناء على امبتي ستومك، على فول ستومك، واكل ومالي بطنه، يبقى برضه مش مظبوط. عشان كده لازم استنى 30 مينت نو سموكينج اور كافيين، لازم يبقى ريستنج وكالم افتر ابسوربشن اوف فود. وتثبتر عشان تحكم على العيان ده لازم تثبتر انك تاخد مالتيبل ريدنج، وبعدين الحاجه الثانيه تقيسه فين ايه قبل ما تقول ان ده هايبرتنسيف وتاخد ديسيجن اوف ثيرابي او انه هي نيد انتي هايبرتنسيف ثيرابي، والحاجه الثانيه انه تاخد تقيسه في البوث اربس. هنشوف بعد شويه الحاجات دي. يبقى دي هوينتو. نمرة اثنين، ايه تايبس اوف بلاد بريشر ميجرنج ديفايس؟ عندنا في اربع انواع، الاولاني والاخير دول اوتوماتيك، يعني بتعمل انفليشن، بتدوس جاست على زرار يعمل انفليشن، اوتوماتيك انفليشن وديفليشن، ويديك القرايه زي ما هي ماشيه 118 مثلا 78، ويوريك البالس كمان 70، او اللي هنا نفس الكلام 118 على
73 في الجهاز الاخير. الجهازين اللي في النص بقى، جهاز الزئبق ده الميركوري، وده اللي مستعمل الوايد اليوز، والجهاز الثاني اللي هو زي الساعد اللي احنا شايفينه نسميها دي جوج، تمام. ودي برضو انت بتعمل انفليشن، وهي المؤشر ده بيتحرك ويديك القرايات. هنشوف ازاي شويه. ادي زي الساعد اللي احنا بنقول عليه، الكفه هي اللي هي اللبنه دي، بلفها حوالين الابر ارم هاف ان انش اباف ذا كيوبيتال فوسا، وبعدين بلاقي فيه التيوبس اهي اللي انا شايفها، تيوب تو سفيجنومانومتر، والاقي فيه البالب اللي هي التخينه دي، والفالف اللي بيقفل ويفتح منها الهواء، تمام. طيب لما اجي بلفها على دراع العيان، وبعدين بروح قافل الفالف ده، اقفله كلوك وايز زي مع اتجاه عقارب الساعه، وابدا اعمل انفليشن بالبالب دي، اعمل كومبريشن على الفالف، فتعمل انفليشن للكف، انفليت 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 لحد ما تعمل كومبريس بريك الارتري، فتعمل نو باسج اوف بلاد، فعشان كده الاقي مفيش ساوند سواء بالسيسكوب او مفيش بالس انا حاسه على الراديال ارتري، تمام. وبعدين ابدا انزل اعمل ديفليشن 2 مللي ميركوري بير او بير سكند، انزل بالراحه بالراحه، ديفليت 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 لحد ما اسمع ساوند. الساوند ده هو عباره عن الفيرست كورتكوف ساوند، ده بنسميه السيستوليك ريدنج، سيستوليك بلاد بريشر. وبعدين افضل انزل 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 تاني انزل تاني لحد ما الاقي ايه disappearance اوف ساوند، يبقى دي سيستوليك بلاد بريشر. قبل ما هشوف بقى انهي كاف سيوتابل بروبر سيجنومانومتر كاف. طبعا ما ينفعش طفل صغير واحط له الكاف بتاع الادلت اللي هي اللي فوق دي، او ما ينفعش العكس، واحد ادلت واحط له الكاف بتاع الاطفال الصغيرين، أو واحد اوبيز مثلا واحط له الكاف بتاع الادلت العادي، يبقى مش هتبقى تايت مقفوله كويس عليه، وبالتالي هتدي لي رونج ميجرمنتس. انت مش ما انتش مطلوب منك انك تحفظ ده، لكن دي عشان تعرف انك ايه تشوز ذا بروبر كاف سايز. واحنا في الامتحان هنجيب لك البروبر كاف سايز اللي هي موجود، مش هنجيب لك مثلا انت هتقيس لادلت، فمش هنجيب لك الكاف بتاع الاطفال مثلا. بعدين نمرة ثلاثة regarding the proper positioning. البلاد بريشر بتاع العيان لازم يتقاس والعيان سيتد كومفورتبلي، يعني قاعد مستريح، الارم بتاعه سبورتد ات ذا ليفل اوف ذا هارت زي ما هنشوف في الصور بعد شويه. وبعدين لازم يبقى ريلاكسد ويبقى انكفرد، الارم بتاعه يبقى انكفرد، ما ينفعش تحط تقيس له البلاد بريشر على الهدوم بتاعته زي ما بيحصل في بعض الناس. ودي حاجه. الحاجه الثانيه، في بعض الفسيولوجيكال فاريشن زي التمبريتشر والستريس، التشينج بتاع التمبريتشر ممكن ياثر على البلاد بريشر، فعشان كده ده السبب ان احنا بناخد مور ذان وان ريدنج ان ا سنجل اوفيس فيزيت، نقيسه كذا مره ونشوف المتوسط بتاعهم ايه. وعشان كده برضو بنقول ان البلاد بريشر ماست بي شيكد ان بوث ارمز، يعني مش واحد بس، ومالتيبل ريدنج شود بي تيكن. تالت نقطة، أدي العيان قاعد calm و resting، his arm is supported on the table at the level of the heart، then wrapping the sphygmomanometer cuff around his upper arm half an inch above the cubital fossa. وبعدين أحط الثلاث صوابع على radial artery to feel the radial pulsation. Then start to inflate the sphygmomanometer cuff to occlude until I didn't feel the radial pulsation. Then start to gradual deflation of the sphygmomanometer cuff gradually until I start to feel the radial pulsation. At that point, this is the systolic blood pressure reading determined by the palpatory method. Then followed by the auscultatory method, which I will explain later on. Why I must start with palpatory method to avoid the silent gap. قلنا ليه بعمل البلباتري ميثود؟ عشان تو افويد سايلنت جاب، سكالتاتري جاب، وهي عباره عن ابيرنت اوف ديمينيشد اور ابسنت كورتيكوف ساوندز ديورنج ذا ميجرمنت اوف بلاد بريشر. ايه الكورتيكوف ساوندز؟ الصوت اللي بيتسمع في الاولاني ده اللي هو يديني السيستوليك ريدنج، ده اسمه فيرست كورتيكوف ساوند. والساوند وين ذا ساوند ديس ابير، ده الفيفث كورتيكوف ساوند اللي هو نمره بنسميه فيفث كورتيكوف ساوند، ده بيدي السيستوليك بلاد بريشر. The improper interpretation of this gap may lead to blood pressure monitoring error, يعني إما underestimation of systolic blood pressure and or overestimation of diastolic blood pressure. تمام، عشان كده أنا بعمل البلباتري وبعدين الأوسكالتاتري ميس. طيب، فأول حاجة هي البريباريشن، يقعد العيان على chair with legs, their legs uncrossed، ما ينفعش يبقى حاطط رجل على رجل، والفيت resting on the ground.
وبعدين bear the upper arm، وبعدين the patient must be relaxed and place one arm palm up on their lap، وحط الايد relaxed وسبورتد على المكتب بتاعه. That's the level of the blood of the heart. وبعدين feel the brachial artery، ده عشان لما اجي اعمل سكالتري ميست اعرف احط السماعه فين، احسها فين. في الارم يبقى فليكسد، او الفور ارم يبقى فليكسد سيمي فليكسد، بلاقي فيه بايسبس تندون. ميديال البايسبس تندون بحس الاقي البالسيشن بتاع البريكال ارتري، بعرف مكانه فين عشان لما اجي احط السماعه. طيب دي الطريقه اللي انا بلف بيها الكف حوالين الابر ارم زي ما قلنا، بيوريكوا الصوره اهو بيلفها ازاي. ولازم اخد بالي ان الكف شود بي فيت تو ذا ابر ارم، ذاتس مين ما تلفهاش تو تايت اور تو لوز. ليه؟ لو كانت ملفوفه لوز هتدي لك لور ريدنج اوف بلاد بريشر، وايل لو كانت لو انت لفيتها تايت سو تايت هتبقى تدي لك هاير بلاد بريشر ريدنج. تمام. طبعا ده الجهاز اللي انا قلت عليه اللي هو زي المؤشر ده، البوزيشن جوج بنسميه جوج، سو اتس فيزيبل، لازم تبقى حاطه قدامك، ما تحطوش على جنب او تحت ورا ايد العيان فمش هتشوف، عشان ده اللي هيديك القرايه. او متدرج من 0 20 40 60 80 لحد دي ستيب نمبر 5 اللي بتوريني ازاي بحط الديفرام اوف ذا سيسوسكوب اون ذا بريكال ارتري. دي ستيب نمبر 6، هاو تو انفليت ذا كاف يوزنج ذا بامب بالب by turning the screw of the pump to allow the inflation of the sphygmomanometer cuff. Squeezing of the bulb rapidly while watching the dial on the gauge. ده لو انت بتستعمل الجهاز اللي هو الجوج اللي هو المؤشر زي الساعة ده. لو انت بتستعمل الجهاز الميركوري يبقى هتبقى بص على عمود الميركوري اثناء ما انت بتعمل inflation of the sphygmomanometer cuff. Keep squeezing until the gauge or the reading in the mercury reach 160 or 180 millimeter mercury or 20 to 30 millimercury above the systolic reading which obtained by the palpatory method. بعد كده ديفليت ذا كاف سلولي، تبدا سلو. انت لما رفعت 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 هتلاقي نفسك رفعت مثلا 150 160 هتلاقي نفسك مش سامع حاجه، تبدا ايه ديفليت سلو تيرن ذا سكرو ان ذا بامب بالب انتي كلوك وايز تو اوبن ذا اير فلو. تحصل ايه؟ جرادوال ديفليشن. ذا دايل اون ذا جوج اللي هو المؤشر شود فول ات اباوت 2 ملي ميركوري 2 ملي متر ميركوري بير سكند. تنزل 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 لحد ما تسمع اول ساوند. When the pulse become audible this is the first corticof sound and this is the systolic blood pressure reading. Yes. Then record the pressure reading when the pulse is no longer audible. Then هتبدأ gradual deflation by the same way until no longer audible pulsation is heard. يبقى السمع الأصوات بدأت تختفي تماما. This is the systolic pressure reading ودي بقى نسميها ال fifth corticof sound. يبقى عندي systolic reading دي ال first corticof sound، عندي ال diastolic reading اللي هي ال fifth corticof sound اللي هو ال disappearance of the sounds. Once you have a diastolic reading turn the screw in the pump bulb anticlockwise to open the airflow valve and quickly release the rest of the air in the cuff. يبقى ده الفيجر ده ملخص الموضوع، ان انا بدات بان عملت inflation of the sphygmomanometer cuff until no sound is heard in the, by the stethoscope. This means that the brachial artery is closed. The second, gradual deflation of the sphygmomanometer cuff until the first sound appear. This represents the first corticof sound which represent the systolic blood pressure reading. And then gradual deflation until the sound disappeared, completely disappeared. This is represent the fifth corticof sound which represent the diastolic blood pressure reading. Right. Regarding the abnormal blood pressure, we have hypertension and the hypotension. What's the definition of hypertension? The hypertension means that the basal blood pressure above 140 millimeter mercury systolic and 90 millimeter mercury diastolic. While hypotension is the medical term of low blood pressure less than 90 millimeter mercury systolic or 60 millimeter mercury diastolic.
So the American Heart Association categorized patients according to the level of their blood pressure readings into those with normal blood pressure, where the systolic blood pressure less than 120, and their diastolic blood pressure less than 80, and those with prehypertension, where their systolic blood pressure ranged between 120 to 139, or diastolic blood pressure ranged between 80 to 89. Any patient with blood pressure reading more than 140 systolic and more than 90 diastolic considered hypertensive, where they reclassified them into stage 1 and stage 2 according to the reading of either systolic or diastolic blood pressure as shown here in this table. بالنسبة لك وانتو كطلبة undergraduate وسنة أولى مش عايزك تحفظ كل هذه الأرقام، بس عايزك تعرف حاجة واحدة بس الـ definition of hypertension، إن أي عيان في blood pressure بتاعه فوق الـ 140-90 considered hypertensive and needs treatment. And thank you. And thank you.